خاصة أن شيخنا الخليلي حفظه الله تعالى ذكر بأن العمانيين كرمهم الله تعالى بأن كانوا أول أمة انتصرت، أو من أوائل الأمم التي انتصرت أو كان لها الشرف أن ترد الكيد التنصيري الممثل حينها بالبرتغاليين في القرن الحادي عشر الهجري أو القرن السابع عشر الميلادي، وتتبعوا هؤلاء حتى أخرجوهم من ممالك الإسلام المختلفة وتتبعوهم إلى إفريقيا الشرقية، فقضوا على هذا الاستعمار البغيض، وكذلك كان لهم الشرف على أن ينتصروا باعتبارهم دولة على الشيوعية، فكانوا أول دولة تقوم بذلك هنا في عمان والحمد لله بتعاون السلطة الحكومية وتعاون العلماء، فكان القضاء على الحراك الشيوعي في الجنوب، وكان ذلك سنة 1395 للهجرة أو 1975 للميلاد، وقد احتفل سبحان الله قبل عدة أيام فقط بهذا النصر لأنه وافق هذه المناسبة بتاريخ كما يقولون 11 ديسمبر. فإذا هناك إرث حضاري، فليكن للعمانيين وليكن أهل الاستقامة السبق في هذا المجال حتى يكرمهم الله تعالى. نعم، الله تعالى أكرم أيضا الأفغان أن قاموا بدور عظيم في هذا، وسجل هذا الأمر أيضا شيخنا الخليلي وغيره، وخلد ذكرهم التاريخ بأن وفقهم الله تعالى للانتصار على الشيوعية في أفغانستان، واستطاعوا هزيمة أكبر أو إحدى أكبر القوى العظمى في هذا العصر وهي الاتحاد السوفيتي، فرجعت خسيئة مندحرة، لكنهم ليتهم أكملوا هذا النصر وفرحوا، يعني سعدوا بهذا الأمر بدلا من أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من الفتنة الداخلية والاقتتال الطائفي حتى تسلط عليهم غيرهم. نسأل الله تعالى الفرج القريب للجميع.